عايزه القطط. فتحوا معاكي وعملوا ايه بسرعه؟ فتحوا. انا لا انا مش عايزه قضيه. انا عايزه القطط افتح الشكاير دي على طول. مش هم واقفين اخدهم في حضني. حرام. قام البوليس فتح الشكاير كلهم مضروبين على دماغهم كلهم ميتين. انا بس عايز اعرف من حضرتك تردي على الناس اللي بتقول يعني هم زعلانين قوي علشان القطط اللي ماتت وفي بني ادمين بتموت كل يوم. طيب اللي زعلانين البني ادمين اللي بيموتوا كل يوم ممكن اسمع هم عملوا ايه؟ عملوا هم ايه للبني ادمين؟ زي اللي يجي يقول لنا اطفال الشوارع. طب انت عملت ايه لاطفال الشوارع؟ مش قبل ما نتكلم نكون عارفين احنا بنقول ايه؟ يعني انا نفسي بس نتغير الفكر. اولا ربنا سبحانه وتعالى خلق الخير مبزق. تاني حاجه احنا زي ما احنا بندعي على الحاجات، مين قال ان احنا ما بنموتش على البني ادمين؟ بس للاسف احنا في حاجات انت بتبقى مجبر انت تعملها الناس بتشوفها، وفي حاجات مثلا ما بتتشافش في الخير. لكن اللي عايز يقول لي انسان يسمعني الاول عمل ايه للانسان؟ الانسان بيتكلم، الانسان عنده مخ، الانسان يقدر يدافع عن نفسه. الحيوان اخرس ضعيف ملوش حد غير الناس اللي بتحب الحيوانات وعندها رحمه بعد ربنا. فضل حضرتك، في ناس بتقول ان القطط دي مش تبع النادي اصلا وان الصور دي متفبركه. لا تبع النادي ونص. تبع النادي ونص. ولو قالوا متفبركه معلش الاداره عارفه كل حاجه، والصور دي مش متفبركه. ولو متفبركه عندك رئيس مباحث نقطه الجزيره اللي هو رص القطط على السور عنده يبقى هو راجل كذاب. ما هو اللي جاب الراجل وهو اللي رص القطط وهو اللي واحنا اللي صورنا الساعه 5 الصبح لما تطلع عربيه من نادي الجزيره تاكس عشان شايف ان في ستات مستنين ومتربصين له ويخاف ويجيبوا له الامن يجيبوا له تاكس عشان يطلع بيه والبوليس يجي يقفشه. البوليس مش كذاب، ده انا البوليس ده عايز اهنيه اقول له ازاي ده احنا بقينا في امان يا ناس. هل حضرتك كنت تعرفي القطط اللي اتقتلت دي كلها؟ كل الصور الموجوده دي اهي اللي ماسكها الولد دي بناكلهم بايدينا. احنا نيجي فتره الصبح وبناكل القطط ازاي يعني؟ يعني القطط اللي في الصور دي فعلا حضرتك تعرفيهم؟ أيوة. وهنا من النادي. ايوه من النادي. ايوه. لا لان في واحد من الاعضاء دلوقتي يقول لك لا الصور دي مش من النادي. ده كذابين. لكن هتقتل وتعذب وتشم والقطه وتقعد 10 ساعات على ولا 5 ساعات على ما تموت في عذاب شديد، بتتألم بتنزف نزيف داخلي غير طبيعي، ده اسمه ايه؟ اسمها رحمة؟ لا طبعا. ما انت اسألهم حضرتك لو اتعمل كده في حد من ولاده هيعمل ايه؟ هيعيط. انا لما اكل قطة بكسب فيها ثواب وبرحمها بدل ما احبسها او يا اما ايه اخرجها بره. في الاسلام امرأة حبست قطة دخلت فيها النار، لا سابت لها اكل تاكل ولا سابتها تدور على رزقها.